طب سلمى، لما طبعا انت مش متواجده قوي على السوشيال ميديا وكده وبعيده عن مجال التمثيل، فلما شفتي ردود الفعل اكتر حاجه علقت معاكي ايه واكتر حاجه عجبتك؟ انت شبه هيدي كرم، كل الكومنتس تقريبا التلات ارباعها بتقولي ان شبه هيدي كرم. نادر قوي مثلا حد يقول ان شبه امينه خليل، مش عارفه جابوا الشبه منين، ما بيني وما بينها مفيش اي شبه، بس انت شبه هيدي كرم. بقول انا ليه شبه هيدي كرم؟ من اني يعني مثلا عشان انا ملونه زيها مثلا ولا عشان ايه؟ بس لا، اتبسطت قوي ان كل الناس كمان بتقول ان انت محتشمه ولبسك حلو وفستانك جميل والاحتشام حلو وجميل. دي حاجه طبعا شهاده انا بعتز بيها، ان اللوك بتاعي عجب الكل، ان هو كان زي ما بيقولوا محتشم. هو طبعا انا محجبه زي ما انتم شايفين طبعا، فكان لازم من الاحتشام، وان انا متربيه وان هو عارف يربي، شافوا من لبسي ان انا متربيه، فدي حاجه بسطتني وحاجه طبعا تبسطني في حق بابا. يعني شوف انا منوراك اهو، شرفوك، الناس بتقول رب رب كويس. الحمد لله. صح جدا، يعني حضرتك كنت من حريص انه في تربيه سلمى انه تقول لها تلبس ايه او تتدخل في لبسها؟ لا خالص خالص، يا عمري ما تدخلت في لبسها، هي من نفسها جت في، حتى في مفارقة حصلت وهي في سنة تانية اعدادي جاية بتقول لي بابا انا عايزة اتحجب. فقلت لها تمام ماشي اوكي، ليه بقى هتتحجبي ليه؟ فقالت لي مش معقول كل زمايلي محجبات وانا حابه. قلت لها لا معلش بعد اذنك، لما تيجي تقولي يا بابا انا عايزة اتحجب عشان انا عايزة اتحجب، اتفضلي اللي انت عايزاه اعمليه، انما غير كده لا، اجليها شويه لحد ما تقتنع بحاجه زي دي. يعني ما تدخلتش في المساله دي خالص، ماليش دعوه بيها، بس الحمد لله رب العالمين. يعني احنا انا بربي، انا يعني مش هي لوحدها كمان، ده في اخوها ضابط بحار، والحمد لله رب العالمين، يعني لسه متخرج من السنه اللي فاتت والحمد لله، يعني بربي طبعا، فلازم احط اسس وبعد كده من بعد كده تتعامل مع الاسس دي بتوسع بقى، فالحمد لله. يعني انا ومامتها طبعا، يعني مش انا لوحدي. يعني هل فكرت ان حد فيهم يدخل مجال التمثيل مثلا او تاخده معاك في عمل، او ان هم اصلا حبوا مجال التمثيل، كانوا حابين المجال ده؟ لا لا، يعني انا ما حاولتش ان انا اديلهم الفرصه ان هم يفكروا في حاجه زي دي، ما حاولتش خالص. كل اللي انا كنت بعمله ان انا مراقبهم، بشوف ايه. حتى سعد لما جه يدخل الكليه فبقول لو حابب تخش مش عارف ادخلك معهد سينما معهد فنون مسرحيه، قال لي لا خالص انا ماليش في الكلام ده، انا عايز الحته دي. وهي نفس النظام برضو، حتى لما في كليتها كان مفروض ان هي من حقها ان هي تخش اللي هو الاذاعه والتلفزيون تقريبا حاجه كده، ومن خلالها بتشتغل في الوسط الفني، في اخراج، في مش عارف في في, في اي يعني في المجال نفسه، في المجال الفني. بس هي لا، ما كانش عندها برضو الوازع ده. يعني